السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه وقفات مع ما تلي علينا من أواخر سورة الحشر لدلالة المناسبة والارتباط بينها وبين ما نحن فيه اليوم من غرة شهر شعبان لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة الحشر تسمى بسورة بني النضير، وهي إحدى الطوائف الأربع من طائف اليهود التي كانت موجودة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم قينقاع والنضير وقريظة وأهل خيبر. وبعد كل غزاة كان يتضح للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يكون من اليهود من الخيانة ونقض العهد، فكان يجليهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأجلى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع لما نزل منهم ما نزل بعد غزوة بدر من كشفهم لستر المرأة المسلمة، كما جاء في الصحيح أن امرأة مسلمة محجبة لا يرى منها شيء ذهبت لتشتري أو لتبيع مصاغا عند صائغ يهودي، فاتفق ومن معه من شرذمة القوم ومن أحفاد القردة والخنازير بأن أتوا من ورائها غفلة لها وربطوا آخر جلبابها بأعلى حجابها وهي لا تدري رضي الله عنها وأرضاها. فلما قامت انكشفت سوءتها، والمرأة الحصان الرزان لا يظهر منها شيء للرجال الأجانب، وهذا كان معروفا عند العرب حتى يقول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. هذا النابغة الزبياني يتكلم في زوجة أحد الأمراء أن سقط النصيف، النصيف هو غطاء الذي يكون على الوجه من غير قصد منها، أتت الهاء الريح أو كذا وسقط، فقال: ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، غطت وجهها باليد. بل أقول لكم أكثر من ذلك يا إخواني، الحطيئة، تعرفون الحطيئة؟ الحطيئة كان هجاء، هجى الناس كلهم ولم يبقى إلا نفسه وأمه، فهجى أمه ثم هجى نفسه، معروف الحطيئة. نعتذر اليوم الإخوان، طبعا يحسبون اليوم في السيرة، معذرة، المناسبة تدل على ذلك، ومن السنة نذكر بشعبان يعني، لكن أبشر إن شاء الله الدرس الجاي نأخذ دبل. الشاهد أيها الكرام الفضلاء، الحطيئة هذا كان هجاء، ونزل يوما بابنته عند رجل ضيفا، فلما جن الليل غنت القيينة عنده، جارية مغنية جلست تغني، قال: ما هذا الذي أسمع؟ قال: الغناء. قال: إن هذا يفسد القلب، وإني أخشى على هذه منه، فإما أن تكف شرك عنه وإما أن نغادرك. شوف فين وصلت، سبحان الله. قال: يا توقف الغنى هذا ولا حنا إيش حنا ماشيين، أخشى على هذه البنت من إيش، من تأثير كلمات الأغاني إلى غير ذلك. فالشاهد، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أجلى بني النضير بعد أحد، وأجلى قريظة بعد الأحزاب، وأجلى اليهود من أواخرهم في خيبر في العام السابع من هجرة عليه الصلاة والسلام في المحرم. فهنا أيها الكرام الفضلاء، هذه السورة تسمى بذلك، استفتحت بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لكي يفقه المسلم شيئا مهما، وفي استفتاحات القرآن العشرة لا تجد فعلا جاء ماضيا ومضارعا وأمرا ومصدر إلا فعل التسبيح، السين المهملة والباء الموحدة التحتانية والحاء المهملة. استفتاحات القرآن عشرة أنواع: يستفتح القرآن بالحروف المقطعة، يستفتح القرآن بالسؤال يسألونك عن الأنفال، يستفتح بالأسلوب الخبري قل هو الله، الإنشاء قل هو الله أحد، يستفتح بالتسبيح، فتجد سبح لله وتسمى المسبحات. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء في بعض الأثار أنه ما كان ينام حتى يقرأ إيش المسبحات صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ما قال. الشاهد، فاستفتحت بالتسبيح سور القرآن، سبح ويسبح
وسبح وسبحان، الماضي ومضارع وأمر ومصدر. لا تجد في 114 سورة من القرآن استفتحت سوره بفعل أتى بالصيغ الأربع مع الصيغة اللي هي الماضي والمضارع والأمر والمصدر إلا التسبيح. ولما يسمى التفسير التحليلي تربط بين أول السورة وبين أواخرها تجد أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله أكبر على هذه البراعة في الختام والبراعة في الاستهلال. نداءات الأهل الإيمان، نداءات الرحمن لأهل الإيمان 90 نداء، أولها بعدم مشابهة الكفار في ألفاظهم، يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، سورة البقرة. وأواخرها في التحريم، إيش قال ربنا فيها؟ الله أكبر، جزاك الله خير. فاستفتحت بعدم مشابهة الكفار لفظا وبمعدم مشابهة الكفار طبعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوح ومنها الإسكاف يسمى الناصح، والحائك يسمى الناصح، وقيل الناصح هو الذي يرقع لك الثوب ويصلح لك شسع النعل. والله عز وجل يقول ولكن لا تحبون الناصحين، ولذلك ينبغي المسلم أن يقبل النصيحة أينما وردته ومن أي إنسان أتته، ولا يضرك سوء خلق الذي نصح، إنما الذي ينفعك هو قيمة النصيحة التي أزداها إليه. فتسعون نداء، هذه جمعها الشيخ بكر الجزائري في كتاب قشيب رشيق اسمه نداءات الرحمن لأهل القرآن، كتاب قيم وجميل يقرأ على أهل البيت أهل المسجد، ماتع كل نداء صفحة صفحتين يأتي لك بالزبدة أو الزبدة والخلاصة والسهل الممتنع. الشاهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نحن ما أحرى التقوى، كما قال علي التقوى هي الخوف من الجليل من الله عز وجل، والعمل بالتنزيل كتاب السنة، والرضا بالقليل تحمد الله على ما أنت فيه، والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. ولذلك الإنسان ينبغي في هذه الدنيا ينبغي أن يكون فيها على حذر، وينبغي أن يكون فيها على وجل. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ الإنسان ما يدري. ولذلك وكن كماش، قال خلي الذنوب صغيرها ذاك التقى، وكن كماش على أرض شوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرها إن الجبال من الحصى. وكلنا يحتاج، بل إن الله عز وجل نادى نبيه في استفتاح سورة يا أيها النبي اتق الله، شيء عجيب. إذا كان هذا النداء لمن؟ لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فنحن والله من باب أولى، وهو الذي يقول إني أتقاكم لله وإني أخشاكم لله. هذا النبي يقول كده عن نفسه، وهو الصادق المصدوق كما صح من حديث مسعود عند مسلم، حدثني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللي جاي بكرة شعبان وبعد يجيك رمضان، وقفة كبيرة يا أخوان. سلم بن كهيل يقول وكانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، يبدأون يقرون القرآن من المصحف، يعمل تدريب وتمرين على الختمات، ويبدأ في الشهر هذا يرتب كم بيجيب ختمة لكي ينافس في رمضان بأكثر منها. ويقول عمرو بن قيس الملائي كان عنده حانوت، إذا دخل شعبان أغلق الحانوت. سبحان الله، شوف الناس اليوم بالعكس، دخل شعبان يضبطوا الآن البرحي والسكري والخلاصة، الله يرزقهم ويوفقهم، بس ما يغش الناس. وأنا أقول لكم من الآن يا أخوان انتبهوا، تلقوا سمعين رز المائدة ورز بسمتي ومزة الأسماء هذه جزاكم الله خير، انتبهوا لما تأتوا لشرائها عند صدقة الفطر أغلب التعبئة يكون مكتوب 10 كيلو، تحطه على الميزان يطلع 8.5، ويطلع أحيانا 9.350، وأحيانا 9 يطلع 9.500 جرام. فانتبهوا، لأن ينبغي أن تستبري فيما
تقدم حتى لا تأتي وقد قدمت صدقة في غير موضعها أو أقل منها. وهذا موجود ومشاهد، هذا الكلام ليس غرغا وليس غربا، إنما هو كلام موجود وكلام مشاهد، فتتأكد أن العبوة أنها كاملة. مو كاملة هو اللي يكملها لك. أبو بكر البلخي هذا الرجل كان رجل عجيب، يقول: وكانوا يسمون شهر رجب شهر الحرث والزرع، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد، فمن لم يحرث ويزرع في رجب ولم يسق في شعبان فاته الحصاد في رمضان. وقال آخرون: وكانوا يسمون شهر رجب بشهر الريح، ويسمون شهر شعبان بشهر الغيث، ويسمون شهر رمضان بشهر السقي. هذه كلها استعداد لهذا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ومن هنا من الفوائد أن كلما زادت الغفلة في الناس وزاد النسيان، كلما زاد ذكرك لله عز وجل. وهذا من جمال ارتباط الآيات والمناسبات والجمل بعضها البعض، تسبيح في أولها وفي أواخرها تجد مثل هذا. قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، هنا لا ناهية دخلت على الفعل المضارع فجزمته بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ينهاك الله عن الغفلة والسهو. ولذلك روى النسائي وصحه الألباني عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن أبيه قال: يا رسول الله إني أراك تصوم شهرا ما تصوم مثله، وهو شهر إيش؟ شعبان. قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. وقال من هنا أهل العلم: وهذا فيه سنة ذكر الله في الغفلة، ليت الناس يغتابوا إنهاهم وخلك في ذكر الله عز وجل. ولذلك كان من الدعاء عند دخول السوق، وفيه مقال عند بعض أهل العلم حسنه بعض الشيخ الألباني، قال: وفيها من دعاء السوق أنه إذا دخلت السوق فقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده خير وعلى كل شيء قدير، لك ألف ألف حسنة ومحيت عنك ألف ألف سيئة. ألف ألف يعني كم؟ مليون. بل روى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وذكره أيضا ابن القيم في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، أن ابن مسعود كان يأتي عند أماكن الغفلات في السوق فيحمد الله ويصلي عليه، يذكر الله في تلك المواطن. إذن هنا من السنة إنما تأتي الغفلة أنك أنت تكثر من إيش. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الفتن امسك لسانك وابكي على خطيئتك واغلق عليك دارك وانشغل بيش بما ينفعك من عبادة الله عز وجل. ولذلك قال: يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الأعمال ترفع إجمالا وتفصيلا في ثلاثة مواطن يا أحبابي، تصحيحا للمعلومة. الموطن الأول الرفع اليومي، ويكون في الفجر والعصر كما دل الدليل: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. وأيضا يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حديث صحيح. والرفع الأسبوعي في يوم الاثنين والخميس، لما سئل عن ذلك عند مسلم وغيره قال: يومان ترفعان فيهما الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والرفع السنوي مستمر طول شهر شعبان رحمة من الله عز وجل، طول شهر شعبان الأعمال ترفع سواء كان 30 يوما أو 29 يوما، ده رفع السنوي. فلذلك نهتبل مثل هذا يا إخواني. ولذلك صح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة، وصح عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما أتم شهرا إلا رمضان، وما أكثر من شهر مثل ما يكثر من شعبان. وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، عند أبي داود من حديث مسلمة زادت: وكان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. ومن هنا قال أهل العلم: والزيادة مثبتة زيادة الثقة، ومن روى عهدة وحجة على من لم يروي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فإن أردت أن تصومه كله
من أوله من بكرة من اليوم صوم الله يوفقك، أن تكثر من صيامه فلا حرج، لكن المنهي عنه كراهة أنك تجد نفسك أنك ما تصوم ثم إذا انتصف شعبان تبدأ إيش تصوم، كما قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كيف يجمع بين هذا والأحاديث السابقة؟ قيل أنه ترك الصوم من أوله ثم لما جاء النصف من شعبان بدأ إيش بدأ يصوم. هنا يكره له ذلك. وأن نعين نساءنا اللي عندها قضاء تعاني الآن. تقول عائشة عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما، قالت: كنت أصوم القضاء علي من رمضان في شعبان لمكان رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. فنعين النساء على ذلك، بل ينبغي أن نرتب وندرب أبناءنا وأطفالنا من الآن على مثل هذه الأمور. وأفضل ما تستقبل به الأيام الفاضلة والمواسم الطيبة هو أن نحدث توبة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم لابد أن نعلم أن النار تبي والجنة تبي مثل ما يقول العوام الطيبين. ولذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أعاذ الله من الأولى وبلغنا الثانية، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يبين الله عز وجل لك الأمر العجيب، لأن أعظم التسبيح من أعظم أنواع التسبيح. قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري: وأعظم وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال أيضا عند البخاري: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وأيضا عند مسلم وأهل السنن قال أربع كلمات: لا يضرنك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره قال: هذه الكلمات يطفن حول العرش لهن دوي يذكرن باسم صاحبهن. الله أكبر. تصعد عند العرش وتطوف حول العرش وتقول: يا رب والله أعلم فلان ذكر هذه الكلمة. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه الكلمات الأربع تحث الخطايا والذنوب كما تحث الشجرة ورقها. والأحاديث في الكلمات الأربع هذا أكثر من أن تحصى في هذه العجالة السريعة أيها الكرام الفضلاء. ولذلك عبد الله بن بسر عمره 80 سنة يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله دلني على عمل. قال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وعند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أم هانئ رضي الله عنها وارضاها قالت: يا رسول الله إني كبرت وبدنت وتعبت خلاص، فدلني على عمل أعمله وأنا جالس. قال يا أم هانئ، أم هانئ هذه مين؟ هذه بنت أبي طالب بنت عمه التي أسر النبي من بيتها على رواية، أو كان نائم في بيتها ثم أوقظ فأسري به من جو من إيش من الحجر في الكعبة عليه الصلاة والسلام. الشاهد قال يا أم هاني سبحي 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، وأحمدي 100 تعدل لك 100 خيل مسرجة في سبيل الله، وكبري 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة في سبيل الله، وهلل 100 تملأ لك ما بين السماء والأرض. وانت جالس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، تأخذ هذه الأربع الفضائل كلها. ولا يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا من عمل مثلك أو زاد عليه. دلالة أن هذا ذكر مطلق لا عدد له، قد ما تقدر قول، قد ما تستطيع قول. ثم تجد ختام الآيات الثلاث الأخيرة في سورة الحشر جمعت 18 اسما من أسماء الله الحسنى، تعدها الآيات الثلاث تلقاها 17، واللي قبلها هذا اللي ذكرناه إن الله خبير بما تعملون هذا الاسم 18 من أول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهد الحد آخر السورة 17 اسما من أسماء الله الحسنى. وإذا تكلم الباري عن نفسه فحسبك، إذا تكلم الباري عن نفسه تبارك وتعالى فحسبك، فتتأمل أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى في تلك المواطن وفي تلك الأمور. الشيخ بن عثيمين لما دخل شهر شعبان جاء يلقي كلمة قال: أوقفكم في 6 أمور منها هذا ما تبين لي والله أعلم وما غاب عني أكثر. شوف التواضع، يقول هذه 6 اللي أنا متذكرها الآن، وإذا ذكرت شيء جديد إيش
أعلمكم به. ختاما ما يفعله بعض الناس اليوم يقول لك يرسلوا لك كده ورق يقول لك من بشر بهذا الشهر إيش حرمه الله على النار. طبعا هم كل مرة يقوم يشيل لك جماد يحط لك رجب، يشيل لك رجب يحط لك شعبان. لم يصح في كلمة من بشر بهذا الحديث حديث، الله يرضى عليكم، لم يصح في كلمة من بشر بهذا الشهر حديث، كما لم يصح في قولهم يا فارج الهم ارسلها العشرة يحصل لك وما يحصل لك. واحد بيضحك عليهم قال ارسل هذا، بعث لهم صورة بقر كثير كده وقال ارسلها، إن أحد الناس لم يرسلها فدخلت له البقرة ونطحته في غرفة النوم، والآخر لم يرسلها وكان عنده سطل حق لبن انكفأ السطل، والآخر لا، وهكذا كذب. هذا في داعي من الله يرضى عليه. وفرصة طيبة حنا اليوم في شعبان يا أخي، الله يبلغناكم رمضان على خير. كل يوم الحالة حقتك بدل ما فيها صور، خلي كل يوم موقف جديد يخص إيش شعبان، كل يوم حديث جديد للناس، لك أجر كل الناس. تذكر بكثرة الصيام في شعبان، تذكر مثل هذه الأمور بتلاوة القرآن، الناس تستعد لهذا الشهر المبارك. نسأل الله أن نبلغنا وإياكم على خير. هذا ما تيسر إراده وتهيأ أعداده عن الله على ذكره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عنا به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها والسر أولا وآخر ما علمنا منه وما لم نعلم، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ منا واصمنا البر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وعينهم على كل بر. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت الدنيا والآخرة. اللهم احفظ أجواءنا وسماءنا وبرنا وبحرنا وجونا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وتورق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ما جمع هؤلاء الأعداء فرده في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا جبار يا متين. نجنا من شرورهم وإنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم كان حين قد نمر على الطعام، كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ولأهل هذا المسجد ولأهل هذا الحي، واجمعنا وإياهم على خير وبر وبركة. تم الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى واليث، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا حق ومرين وورق. وداخل دعوانا الحمد لله رب العالمين.